أبشركم بوفاة والدكم الشيخ عبد الجليل. نرجو سرعة الحضور. أخوك مصطفى الرمادي. ياب يابا بقطيع عليه الثانوية العامة ياب. مين بيقعد معانا في الأرض ويفلح؟ ثم أنت هتفضل تصرف عليه لحد إمتى؟ لحد ما أموت يا مصطفى. هو أنتوا في ديك الساعة على ما يبقى واحد من إخواتك أبو كاتو؟ إشمعنى أنت اللي بتتكلم؟ هو رأيهم من رأيي برضه. ولا إيه يا إخوان؟ أنا قلت حقوق يعني حقوق. أنا عاوز أشوف ابني أبو كاتو. يعني نقطع من قوتنا وقوت ولادنا عشان الأفندي ياخدها على الجاهز؟ طول ما أنا عايش وبدب على وش الأرض، سيد مش هيحتاج منكم حاجة أبدا. وده آخر كلام في الموضوع، مفهوم؟ هل ما بقاش زي زمان يا سيد؟ طب وصية المرحوم إني أكمل تعليمي؟ الله معاك. أيوة بس أنا محتاج مساعدتكم. المرحوم عودني إن كل واحد يعتمد على نفسه. طب اعتمد على نفسي إزاي؟ وأنا وقتي يا دوب ما بين المذاكرة والكلية. أدي الله يا أخويا وأدي حكمته. ما تنساش إني حاول إزايك يا مصطفى. ما تنساش أنت إن الأرض محتاجة العرق عشان تترمي. وأنت طبعاً مش هتقدر تفلحها. وأنت قاعدني لابس لي البدلة في مصر. طب أنا هبيع نصيبي في الأرض. تبيع نصيبك؟ أيوة. دي ارضي وانا حر فيها. احنا ما نسمحش لحد غريب يدخل بيننا. والله اللي معاه منكم يشتري وانتوا اولى بالغريب. بس ما فيش حد منا معاه ثمن القرارين. الله 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 الله، انتوا متفقين عليا كلكم ولا ايه؟ عيب عيب يا سيد، عيب عليك تقول الكلام ده وانت اللي اخدت اللقمه من بق ولادنا عشان تكمل علامك. مصطفى يا اخوي، انا هكتب لك مبايعه بحته الارض وانت تديني الفلوس عشان ارجع مصر. انا كل يوم بيضيع عليا ممكن يضيع عليا السنه كلها. اخدها منك بالتقسيط. انا موافق. القسط كام؟ حوالي 100 جنيه، والقسط الثاني مش قبل 10 شهور عقبال ما نجمع المحصول. يعني تفتكر ان ممكن اقدر اعيش ب10 جنيه في الشهر؟ ادي الله وادي حكمته. ها قلت ايه يا اخويا؟ الشتايم اللي عندك. هو انت يا اختي جتتك بيحلق فيها شتايم؟ انجر يا بنت قدامي وشوفي شغلك. ولادك لبستهم وفطرتهم وديتهم المدارس، السراير وسويتها، الارض كنستها ومسحتها، الغسيل وغسلته، انت عايزه مني ايه تاني؟ انزلي دكان ابوك يا بنت جيب منه اللحمه، وجيبي معاكي كيلو بطاط وكيلو قلقاس، ولو اتلكعتي هخلي نهارك بيزك. قول يا بنت. حاضر يا مرات ابويا، حاضر. اه يا نهار، حاضر يا مرات ابويا، حاضر. الهي يقصف عمرك يا قادر يا كريم. صباح الخير يا بوبي. صباح الفل. يه حلو، خضيتني يا واد يا سنار. حلو تمام. عربية مين دي يا واد؟ دي عربية المعلم المنجلاوي. ايه العز ده يا واد؟ انت كل يوم بتغيروا عربية ولا ايه يا اخويا؟ عسل. الارض من بقك عسل. طب عينك اللي تتدب فيها رصاصة. ما هي دي الرصاصة اللي في القلب يا نرجس. معطلكش يا جميل. بالاذن. صباح الخير يا معلم منجلاب. صباح الفل والورد والياسمين يا نرجس. الله، هو ابويا مش هنا ولا ايه؟ ابوك
وصل مع مفتش التموين، بس الحمد لله براء. طيب اما اقعد استنى بقى لحد ما يجي. الواد سنارة نظف قوي، غسلته بمسحوق ايه يا معلم؟ غسلته بمسحوق المحبة، حكم انا اللي يحبنا اديله عناية. طول عمرك حنين وقلبك كبير يا معلم. وحشاني قوي يا نرجس. انت اللي بقالك مدة كده محدش بيشوف. هو اشغال، اشغال يا نرجس. ايه والاشغال دي برضو تمنعك انك تيجي تزور ابويا؟ ونقدر استغنى عن ابوكي؟ كل ما بشوفك بفتكر السنين اللي مرت من عمرنا. السنين بتفوت زي الريح يا معلم. كبرت قوي يا نرجس. وانت كمان كبرت يا معلم منجلاوي. قاعده كده ليه يا بنت؟ يوه يابا كنت قاعده مستنياك. عاوزه ايه؟ مش انا اللي عايزه، دول الجماعه اللي عايزين لحم. طب اجري روحي انت وانا هبعت لكم معلومات بنت. يابا بس عايزه فلوس عشان اشتري والاس وبطاطس وطماطم. خدي يلا قولي من وش بقى، ده هي تاخدك انت واللي خلفتك. ما تشرب الشيشه يا معلم منجلاوي. اشربها ازاي ونارها مطفيه؟ هتولع ليها يا بندق. حاضر يا معلم. تعرف يا معلم حلفي، نرجس كبرت قوي اتدورت، لازم تسطرها يا اخي. على فكره انا ناوي اجوزها واحده فندي. وهتفضل مستني كتير لفندي ده؟ ما يجي نصيبها بقى. بس حرام تفضل كده من غير جواز والسنين بتجري. في لحم ولا يهمك، البركه في اخواتك. اخواتي هم اول من نهشوا، ضيعوا لي ارض الملاليم علشان اقدر اكمل تعليم. ولا يهمك يا سيد، بكره هتتخرج والفلوس تجري في ايديك وتشتري ارض غيرها. ما المصيبه ان الفلوس اللي بيعوا لي بيها الارض اتنشرت مني في الاتوبيس. يا لهوي، وما بلغتش البوليس؟ عملوا لي محضر، شفت النحس.
ولا يهمك. فداك يا حبيبي. فدايا ازاي؟ ده الفلوس دي كانت هتعيشني 10 أشهر لقدام. انا الموت ارحمني من العيشة دي. لا اخفى عليك، هو اسمع تقول كده، ده انت ضفرك عندي بالدنيا بحالها. انا من غيرك مسواش حاجة، انت كل حاجة ليا في الدنيا دي. ازاي انا خلاص الدنيا اسودت في وشي. تشتغل يا سيد. ازاي والكلية والامتحان اللي فاضله كام شهر؟ تشتغل وتذاكر يا سيد. صعب صعب يا نرجس. مفيش حاجة في الدنيا دي صعب، انت لسه صغير لازم تتعب، مفيش حاجة بالسهل. اوعى حاجة تقف قدام مستقبلك، فاهم؟ اوعى تخلي حاجة تقف في طريق مستقبلك. لازم تنجح وتاخد شهادتك، لأن هي دي الأمل اللي هيقربنا لوش الدنيا. والأمل ده هيعيش ازاي وأنا مفلس ومش لاقي آكل؟ طب خلاص ما تزعلش، أنا كنت محوشة 43 جنيه ونص، خدهم وأمر لله. لا لا يا نرجس، أنا فلاح ومرضاش إن حرمة تصرف عليا. اخطى عليك يا سيد، هو أنا وأنت مش واحد؟ مستقبلي هو مستقبلك. يا ود انت بكره هتبقى محامي، لا هتبقى وكيل نيابه، هتبقى قاضي، همشي افتخر بيك في كل حته، والناس تقول لي اتفضلي يا مرات القاضي، عن اذنك يا مرات القاضي، لو سمحتي يا مرات القاضي. مش كده برضه يا قاضي؟ روح قلبي. انا مستعده ابيع شعر راسي ولا اشوفكش يوم متضايق يا سيد. حبيبتي يا نرجس، بس لو الدنيا تدينا وما تاخدش منا. ولا يهمك، بكره هنمسك النجوم بايدينا. هنمسك النجوم. بكره تشوف يا سيد، بكره تشوف. اتفضل. عايزين صوره من كل البيانات دي. يا فندم انا قدمت الورق ده اكتر من 20 مره ومشي. 10 و20 و30 و40 هتطمني بيه يا فندم. اللي بعده اللي بعده. ما ينفعش. سيد يا سيد. يا سيد انت فين يا راجل؟ لا بتيجي محاضرات ولا بتيجي تتعشى عندي زي زمان. مشاغل والله يا نوم. مشاغل ايه يا راجل اللي تخليك ما تحضرش ال40 بتاع ابوك؟ ما انا كنت في البلد يا سيد وقالوا لي بقالي شهرين بدور على وظيفه، رجليا ورمت ومفيش فايده. وده وقته يا سيد، ده خلاص امتحانات فاضل عليها شهرين. ما انا لازم الاقي وظيفه علشان اقدر اكل في الشهرين دول. على كل حال يا ابو السيد، انا ممكن اتصرف واديك جنيه ولا اتنين تمشي بيهم نفسك. يا راجل انت ظروفك العب من ظروفي. ده لا ولا يهمك، ده انت بكره تتخرج وتفتكر الايام دي وتضحك عليه. اضحك؟ ما افتكرش يا نور. انت بالنسبه لك ممكن فاضل لك شهرين وتتخرج وتتعين وتقبض، لكن انا لسه في سنه ثالثه، يعني فاضل لي سنه ويا عالم اقدر اعيش السنه دي ازاي. ده انت باين عليك واقع قوي يا سيد. طب ايه رايك؟ ما تيجي تقعد معايا، انا جايب زواده معايا من البلد تكفينا لحد الامتحانات، والسرير بتاعي ساعة اتنين. لا لا يا نور، انا ما اقدرش اسيب الحته اللي انا قاعد فيها. يا ابني انت ما بتفكرش دلوقتي غير في مستقبلك وبس، ده اهم شيء في حياتك. يلا روح على البيت لم هدومك وحصلني على البيت. نعم يا مرات ابويا، بتتنقوري عليا يا بنت ثنيه. يا مرات ابويا بقول لك نعم، عايزه ادب اكتر من كده. ما هو كلامك في الوش مرايه والقفه سلايه. بعد الشر عليكي من السلايه يا مرات ابويا. يا خروبي سلايه لما تقصف عمرك يا اجل يا كريم. انا واخده العيال ورايحه ازور امي سامعة، ارجع رايك لما المراجل من على الحافل وكوياهم عشان المدارس بكره وغسله الصحون ومنمعه الارض.
في حاجة تاني يا مرات أبويا؟ يا خرابي هتنقطيني، هتموتيني نقص عمر يا بنت. قدامي يا ولاد إلى هيقصف عمرك يا قادر يا كريم، اخرجوا. نور زميلي في الكلية عرض عليا ان انا اعيش معاه، يعني اوفر لي حق الاكل والنوم واتفرغ انا للمذاكرة والامتحان. انت بتقول ايه يا سيد؟ تتكلم جد؟ مفيش حل غير كده. طب وانا؟ انا يا سيد؟ ما انا بعمل كل ده لمصلحتك يا نرجس. مصلحتي؟ مصلحتي انك تبعد عني؟ انا كل الطرق مسدودة في وشي. انا انسان فاشل يا نرجس. ما تقولش كده يا سيد، ده انت سيد الناس كلها، وكفايه ان احنا بنحب بعض. الحب ما اتخلقش لينا يا نرجس. انت ما بتحبنيش، انت عارفه كويس اني بعبد التراب اللي تحت رجليكي، وعشان كده عاوز ابعد عنك. تبعد عني؟ ده انا من غيرك ما اسواش حاجه، ده انت بالنسبة لي كل حاجة. يا نرجس يا نرجس، مش انا الشخص اللي بتتمنيه. روح يا بنت الناس شوفي مستقبلك مع حد غيري. حد غيرك مين؟ هو انا كنت اتضربت واتبهدلت عشان خاطر مين؟ اتمسح بكرامتي الارض عشان خاطر مين؟ عشت خدامة لمرات ابويا عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطرك يا سيد، وجاي بعد كل ده وتقول لي اشوف واحد غيرك؟ اسمع يا سيد، انا ضحيت بحاجات كتير قوي في حياتي، لكن ما عنديش استعداد اضحي بيك انت. يا نرجس انا قررت ومش هرجع في كلامي. وانا مش هسيبك تخرج من هنا، مش هسيبك تخرج من هنا. بتعملي ايه يا مجنونه؟ ابعدي عني، 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 ابعدي عني. يا خرابي يا جميلة، تسكروا عليك يا بنت فنية. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ وشك اكتر ما بموت فيك للانهار. قدامي قدامي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يا نهار اسود ومش فايت. ما هقول اللي بتعمليه ده، ما خدت شرفك يا شيخ. اسكتي يا امك واللي عملته حرام عليك وارحموني. دوختينا، اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ ها؟ اعمل فيك ايه؟ اموتك اقتلك؟ مش كفايه امك اللي عملته فينا؟ اهي كملت. ده الخير يا نعيم، ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ مصيبه يا معلم، مصيبه. في ايه يا ولين؟ بنتك يا اخويا. مالها؟ ما خلاص حطت راسك في الطين. صحيح اللي سمعته ده؟ مش كفايه على امك؟ عايزه تفضحيني على اكل السمنه؟ اجمعكوا يا نجرة، اوعي من وشي يا بيه. قوم يا بيك، قومي امال، ما تفوقي يا اختي كده، امال فوقي وخلصيني. قومي يا اختي، قومي. يا خرابي يا معلم، يا بيه قومي، الحمد لله. ما انا لازم اذبحه واذبحها. يا ساتر
بالله لما تشوف البنت غيرها ايه؟ مالها؟ مش عارفه من ساعه ما وقعت ما حطيتش منطق، انا خايفه لو اكون ماتت. نرجس بنتي. نرجس حبيبتي اصحى يا نرجس، هاتي كلوني يا نعيمه. اسمعني يا اخويا. فوق يا حبيبتي، فوق 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 يا بنتي، ما تودي ناس في داهيه. الف بعد الشر عليك يا حبيبتي، الف بعد الشر عليك يا ضحاك. فوق يا هنا، انت هنا تفض حبيبك ابوك. تعالي 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 يا بنتي، تعالي اهي نطقت يا معلم. مش قلت لك دي زي القطط بسبع ارواح. نرجس سامحيني يا بنتي. هو حصل ايه يابا؟ انا خايف لديه بيضحك عليكي وبيضيعك ويحط راسي في الطين. اقصى عليك ما تقولش كده، اقتلنا احسن، ده الموت علي اهون من انك تقول ان انا احط راسك في الطين او امرمن سمعتك في الوح. شوفي يا اختي البيت، امال كنت بتعمل ايه مع السيد في بير السلم؟ بتطلع فيه كومي؟ ابدا يابا، ده الاستاذ السيد كان راجع من الكليه قابلني في بير السلم وكان عايز يقابلك. طب ولما هو عايز يقابلني ما جاليش الدكانه ليه؟ يمكن خاف لا تحرجه يابا. احرجه ليه؟ اصل هو بصراحه كده لمح لي يابا، بس انا قلت له لا انا ماليش راي، الراي راي ابويا والشورى شورته، هو اضرب مصلحتي. جيت مرات ابويا ضربتني يابا، بهدلتني، قطعت لي شعري يابا، بهدلتني يابا. شوفي يا اختي البيت اللي يندبف عليها رصاصه، يعني ما كنتيش واقفه معاه دير السلم عمالين تبوسوا ببعض؟ اخص عليك يا خالتي اخص، مش عيب برضو تقولي عليا كده، ثم انك كنت هتشوفينا ازاي والبدروم كان ضلمه كح. بقى انت برضو تصدق يابا ان بنتك الشريفه العفيفه تعمل كده؟ طب ليه ليه؟ ده الاستاذ سيد كان عايزني في الحلال. يعني عايز يتجوزك؟ ده لو انت وافقت يابا، لكن لو ما كنتش موافق يغور الاستاذ سيد والصنصه الحقوق اللي هياخده بعد سنه. مش مهم، مش مهم ابدا يابا انه هيكون محامي ولا وكيل نيابه ولا يترقى ويبقى قاضي، المهم رضاك عليا انت يابا. هو انا ليا حد غيرك في الدنيا دي يابا؟ طب المحامي ولا وكيل النيابه ده هيتجوزوك على ايه بس يا حسره؟ وبعدين معاك يا نعيمه، وهي نرجس هتكذب ليه؟ الله، وده كلام يدخل العقل برضه يا معلم؟ ما يدخلش العقل ليه؟ وهو يطول يتجوز واحده زي نرجس؟ الف من يتمنى يناسب ابويا المعلم حنفي. هو ابويا شويه في البلد ولا ايه يا خالتي؟ خلاص الميه تكذب الغطاس، اوصل لحد وشوف عايز يتجوزها ولا لا. مين؟ افتح يا سيد افتح. انا اسف مش قايل. انا يا معلم حاج صحيح الكلام اللي سمعته ده يا سيد؟ كلام ايه يا معلم؟ ما هي حاجه من الاتنين، يا اما انت راجل شريف يا اما خسيس وقليل الاصل وعاوز تلبسني سلطانيه. شريف يا معلم، شريف. وهم الناس الشرفة بيخشوا البيوت من الابواب ولا من شبابيك؟ من الابواب طبعا. ولما انت عايز تخش من الباب ما جيتنيش على طول ليه؟ مش عارف. انت قلت لنرجس انك عاوز تقابلني. لا بقى شوف اما اقول لك. انا نظرتي في البني ادم ما تخيبش ابدا، وانا من اول ما شفتك قلت انك ابن حلال مصفي، وإني مش هلاقي النرجس عايز احسن منك. انا كنت ناوي اذبحكم انتوا الاثنين، لكن بقول خير البر عاجله، نعمل كتب كتاب والخطوبه والدخله يوم الخميس الجاي.
هي مباركة يا عروسة. أهلا يا مرات أبويا. أبوك يا أختي حكم علي قال إيه لازم أنزل لك الصينية بإيديا. تعيشي وتنزلي الصواني يا مرات أبويا. أمال فين بسلامته المحروس جوزي؟ آه قصدك الأستاذ سيد. بيستحمى يا مرات أبويا. حمام الهانة يا أختي. هي أنا مش عارفة أنتوا هتستحملوا العيشة إزاي في الشقة ده. ما دام بنحب بعض الشقة هيبقى جنة يا مرات أبويا. والنبي؟ آه أصل الأستاذ سيد بيحبني قوي، حنين عليا قوي يا مرات أبويا. طيب يا أختي بس إياك يقدر يعيشك في العيشة والهنا اللي كنت معيشاهم لك أنا. اصبري اصبري يا مرات أبويا، بكرة الأستاذ سيد هيبقى وكيل نيابة قد الدنيا، وأنا أبقى حرم الأستاذ وكيل النيابة. حاسبي يا أختي حاسبي، حاسبي لحسن تطقي فرقعي من جنابك. بعد الشر عليا وعلى الأستاذ سيد يا مرات أبويا، وحاسه في عين اللي ما يصلي على النبي. بذمتك بذمتك مش لايقين على بعض قوي يا مرات أبويا. طيب يا حبيبتي لما تخلص الصينية بغسلي الصحون وطلعيهم فوق، ويكون في علمك دي أول صينية وآخر صينية هتنزلك من بيت المعلم. طبعا ابقي خلي الباه وكيل النيابة بتاعك يبقى يأكلك يا حبيبتي. هيأكلني الشهد يا مرات أبويا من زيتون وجبنة. بكرة تشوفي، بس اصبري يا مرات أبويا. أدي احنا شايفين وصابرين يا حبيبتي، بكرة نقعد على الحيط ونسمع الزيت. الله يقصف عمرك يا قادر يا كريم. ليه بس لزوم المنقرة دي على الصبح؟ ما انت شايف عمالة تقطم فيا ازاي من الصبح. الست منزلالك صينية الفطار. اوعى تفتكر يا حبيبي ان هي وافقت على جوازنا عشان خاطر سواد عيوننا، دي كانت فاكره انها هتتشفى فينا. وهتتشفى يا نرجس هتتشفى. بعد الشر عليا انا وانت. اوعدك يا حبيبي ان مفيش حد هيتشفى فينا ابدا. اوعدك يا حبيبي. صباح الخير يا معلم جلال. صباح الفل ونرجس وياسمين. انا امال ابويا راح فين؟ زي عوايده وصل مع مفيش التمويل. وانت عامله ايه يا عروستنا؟ الحمد لله. على فكره كتر الف خيرك على اللي عملته معانا. انا عملت حاجه؟ ازاي بقى؟ ابويا قال لي ان الفرح كله انت اللي قمت بيه. الواحد لازم يفرح لحبايبه ونلبس. على العموم انا تحت امرك. اي خدمه انا تحت امرك. تعالي لي على طول. متشكره قوي يا معلم منجلاوي، طول عمرك راجل كريم. عن اذنك. على فين مش هستنى ابوكي؟ لا كنت سايب موعدي انا هيفتح لي النهارده. عن اذنك. السلامة يا نرجس، ربنا يسعدكم ويبعد عنكم ولاد الحرام. حلو، عملت ايه يا حبيبي؟ قدمت شهادة مرضية واعتذرت عن الامتحان. ولا يهمك، ملحوقة السنة الجاية إن شاء الله. وهنعيش ازاي للسنة الجاية؟ دول القرشين اللي جولنا نقطة في الفرح، طاروا زي الدخان. معلش يا حبيبي، ما دام احنا مع بعض كل شيء هيهون. هيهون ازاي بس؟ ده احنا حتى ما معناش زوادة بكره. بكره كل شيء هيتغير. بكره بكره بكره، ولو ما اتغيرش بكره نغيره احنا يا سيدي. نرجس؟ ايه نرجس؟ في ايه؟ قاعدة كده ليه يا بنتي؟ عايزك في كلمتين يابا. ايه خير؟ نتكلم فوق احسن. ماشي يلا بينا. مساء الفل يا نعم. يسعد مساك يا اخويا، عامله لك حته اكل هتاكل صوابعك وراها. هما بيطلعوا هنا لسه دول. مساء الخير يا مرات ابويا. خير يا نرجس؟ عايزاني في ايه يا بنتي؟ هنتكلم في اوضتك احسن يابا. طب تعالي يا بنتي. ايه يا نرجس؟ سيد يابا. ماله بنتي؟ اهله قطعوه عشان يتجوزني، اصلهم كانوا عايزين يجوزوه بنت عمه. مش ده كل شيء اسمه ونصيب يا بنتي. صح كلامك يابا، ده بتعمل ايه بقى في نظام الفلاحين؟ عايزين يذلوه يخبطوا راسه في الحيط، عشان كده قطعوا عقد الشهريه اللي بيبعتوه له كل شهر عشان يكمل تعليمه يابا. اما ناس ولادات الاصل بصحيح عايزين يضيعوا مستقبل الواد. تقول ايه بقى يابا في الزمن اللي الدم فيه بقى ميه والاخ بيبيع فيه اخوه؟
تزعليش يا بنتي، اي مبلغ يحتاجه سيد انا رقبتي سداده. ما تفتكرش يابا، انت ما تعرفش سيد، عايزة نفسه هتمنعه يابا، هتمنعه انت ما تعرفوش. طب وانا بايدي ايه اعمله يا بنتي؟ ربنا يخليك لي يابا، ده انت الخير والبركه يابا، ده انا ماليش غيرك في الدنيا، في ايدك كل حاجه يابا، في ايدك كل حاجه. صبي جزار؟ انا اشتغل صبي جزار؟ لا، ما انت بقالك 3 اشهر بتدور على وظيفه ومش لاقي. ايوه بس صبي جزار يا نرجس. وهي الجزاره كوخه يا سيد، ده ابويا بيكسب قد قرطه موظفين، دي شغلانه مكسبها حلو قوي يا نرجس. بقى بقى لما اطلع محامي ابقى صبي جزار. اهو ده اللي احنا لاقيينه يا سيد. مش يمكن الاقي وظيفه احسن؟ ساعه يا سيدي ما تلاقي الوظيفه الاحسن ابقى قول لابويا متشكرين. بس صبي جزار صعب يا نرجس. احنا عايشين في الزمن الصعب ولازم نعرف نتعامل معاه. نسايس الزمن ونتطي للناس لحد ما نتمكن، وبعدها هنبقى انا وانت فوق فوق قوي، هنمسك النجوم بايدينا. انت بتحلم يا نرجس. وماله لما احلم، المهم نحقق احلامنا. ايوه بس صبي جزار. لا 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 شهر عمال اشيل في عجول واقطع في لحم وريحه الدم مالت مناخيري. قرفت يا نرجس قرفت. معلش يا حبيبي، بكره هتتعود على الدم. اتعود ابقى جزار؟ ما هو عشان تعيش لازم تبقى جزار. اللي بيمسك السكينه الناس بتخاف منه وبتعمل له 1000 حساب. حاضر. الأستاذ سيد موجود؟ مين حضرتك؟ أنا نور زميله في الكلية. أهلاً وسهلاً يا نور. أهلاً اتفضل نرجس. أهلاً وسهلاً. أنا آسف إن أنا جيت يعني من غير ميعاد. لا مؤاخذة، أصل البيت يعني كده مش قد المقام. مقام إيه بس يا ستي؟ طب ده أنا ساكن في أوضة على السطوح من غير سقف كمان. هو أنت مع حضرتك الأستاذ نور؟ ده سيد بيحبك بشكل ودايماً يشكرني فيك. عشان كده لا بيسأل عليا ولا بيطمني عليه ولا حتى بارك لي. أنت نجحت وتعينت وكيل نيابة كمان. ألف ألف مبروك يا نور. حاسبة وسهيل أحسن دي البدلة اللي حلتي. أنا آسف سيد، طبعا ما كانش قصدي. سيد بيساعد أبويا في الدكان، بيديله 50 جنيه في الشهر. هو ما كانش راضي بس أنا غصبت عليه. بذمتك يا أستاذ نور 50 جنيه وحشين في الشهر؟ لا طبعا، وبعدين الشغل مش عيب ابدا يعني. ايه يعني بتشتغل صبي جزار يعني؟ ايوه بس ان شاء الله اول ما تبتدي الدراسه هيسيب الشغل ويتفرغ للدراسه، مش كده يا سيد؟ ان شاء الله. طب يا ابو سيد، انا اصلي كنت مسافر البلد وقلت يعني اعدي عليك لو كنت عايز حاجه من هناك. تشكر يا نور. طب استاذن انا بقى. ما لسه بدري، اعمل لك فنجان شاي ولا كوبايه شربات. بدري من عمرك. لا مؤاخذه عروسه، نسيت اقول لك الف مبروك. متشكرة قوي. ذوقك حلو قوي يا ابو السيد. مع السلامة. لا يا نور! لا لا يا نرجس، انا مش طبي جزار. ده مش طبي يا نرجس، ده مش طبي، ده مش مكاني. انا ما كانش لازم ابقى هنا، انا كان لازم البس روب المحاماه
انا كان لازم ابقى مع نور، كان لازم كمان ابقى قبل نور. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ نرجس، اوبا، ده ايه الخطوه اللذيذه دي؟ خش يا اختي، خش خش. المدام نرجس يا معلم. ازيك يا معلم منجلابي؟ انا كنت عارف انك جاية. اقعد يا نرجس، اتفضلي. يلا بوبي، يلا حبيبي، يلا. انا شفت عريسك شغال في دكان ابوك، هو ايه اللي حصل؟ السيد ساب الكلية واشتغل مع ابويا في الدكان، اصل ظروفه صعبة قوي، اخواته حرموه من المراس وكان لازم يشتغل عشان نعيش. ايوه بس دي شغلانة ما تلاقيش بواحد مثقف زيه. ما هو عشان كده انا جيت لك يا معلم، عشان تشوف شغلانة السيد. انت معارفك كتير، وسيد طيب وابن حلال وذكي ونبيه، وانت قلت لي لو احتجتي لحاجة يا نرجس ابقي تعالي لي، فديني جيتك. يا ترى هتكسفني؟ امرك يا نرجس، انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. يا سيد. ايوه يا معلم. الظاهر شغلانه الجزاره دي عجباك قوي. اهي دي اللي قدامي يا معلم، واللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. وانا برضو تعرفني، واذا كنت عايز وظيفه انا عندي ليك وظيفه تناسبك وتعجبك قوي. صحيح، هشتغل ايه؟ انا عايز مخك بس. مخي؟ ايوه، حكم الشغل مع المعلم حنفي عايز عضلات من غير مخ، الشغل معايا عايز مخ من غير عضلات. وعلى العموم الشغلانه هتناسبك قوي، وهديلك فرصه تفكر. خد دول. اطلع يا بوبي. مش قلت لك يا سيد البني ادم لازم يجري ورا حظه عشان الحظ ما بيستناش حد. ده انا بشقى في دكان ابوك طول الشهر علشان 20 جنيه عمي. الحمد لله، اهو ربنا بعت لنا المعلم منجلاوي. بس انا مش مستريح الراجل المنجلاوي ده يا نرجس. المعلم منجلاوي شهم وجدع وكريم، بس كلام الناس كتير بيقولوا يعني انه كون فلوسه من هي الناس دايما كده تكره الخير لبعض، لما يشوفوا ربنا فتحها على واحد يطلعوا فيه القطط الفرصة. احنا مالناش دعوة، احنا لنا اللي قدامنا، ادم الراجل شريك وعايزك معاه ليه لا؟ صباح الخير يا معلم. يا اخويا قول مساء الخير، ده الظهر قدن ولا انت كانت ناموسيتك كحلي؟ ما انتش عارف ان النهار طلع واليوم برم. لا لزومه ايه بس التقطيم ده يا معلم؟ اوعى انت تكون فاكر عشان ما اتجوزت بنتي ومتمسكني من ايدي اللي بتوجعني. عايز تشتغل كوماندا هنا؟ انت تشتغل زي اقل صبي عندي، فاهم؟ لا مش فاهم يا معلم، وانا ما عجبنيش الاسلوب ده في الكلام بقى. ما يعجبكش يعني ايه؟ يعني انا مش هشتغل صبي جزار تاني يا معلم. والله كل حي ينام على الجنب اللي يريحه. طب سلام عليكم يا معلم. على فين يا؟ رايح انام على الجنب اللي يريحني. يا مين النبي اللي اوريه؟ طولي بالك يا معلم.
فين ايه؟ البنت نرجس يا اخويا والواد سايب قالوا يومين كده داخلين خارجين شايلين فساتين وبدل وشنط، كل ده منين يا معلم؟ انت جاي عندي. ها؟ بس افتح مخك امار. بقول يا معلم يعني استغفر الله العظيم من حقهم يكون يا اخويا الواد شغلنا بالحرام. خلاص يا ولية انا بنتي اشرب بنتك الحته. اقفل القدرة على فمها تطلع البيت لامها. بيت انا ايش كيف اميني؟ حكاية ايه يا بابا؟ بابا مش جالك كلام اهو يا معلم؟ ايه حكاية الهدوم اللي انتوا لابسينها دي؟ جبتوهم دي مسترتوها ازاي؟ وراكبين لي تاكسي كمان؟ مع بيت اوعي السيد ده يكون بس وضحك عليك. لا ابدا، ده الاستاذ سيد ربنا فتح عليه وجاله عقد عمل خبرات بره. بره؟ مسافرين فين يا اللي سايق؟ استراليا. ايوه ايوه يا معلم استراليا. استراليا؟ تطلع فين استراليا دي؟ دي اخر الكره الارضيه كده وانت داخل على ايدك الشمال. ومسافرين امتى يا اختي كده بالصلاه على النبي؟ اللي الذي يا طنط. طنط الله يرحم يا بنت ثنيه. ومستعجلين على ايه؟ اصلا ما سافرناش دلوقتي الوظيفه هتطير يا معلم. طب فين يا اخويا التذاكر والباسبورتات؟ مع صاحب الاستاذ سيد مستنينا في المطار. خد بقى يا بابا مفتاح البدون ومع السلامه. طب ما اجي اوصلكم لحد المطار. لا خليك يا معلم التاكسي مستني ولسه هنفوت على صاحبي في مصر الجديده. يلا يا نبي. طب اوصلكم لحد التاكسي. يلا. ألف سلامة ما تقطعوش جوابات. مع السلامة يا بابا. الله يخليك يا بنتي مع السلامة الله يسترك. مع السلامة. يا اختي مع السلامة. مع ألف سلامة. يا معلم هم معطين ولا إيه؟ لا أبدا، بس الأستاذ سيد جاله عقد عمل في بلاد بره، هيسافر هو ونرجس اشتراميا. ألف مبروك يا معلم. والنرجس والياسمين. اتفضلوا اتفضل ابو السيد، بيتك ومزرعتك. ايش 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 يا كدي كلها يا نرجس؟ وانت ابو السيد ايه القلاقه دي يا عم؟ ما احنا اشترينا بالالف جنيه اللي اداهم للمعلم هدوم حسب اوامره. وايه الورد ده كله يا سنار؟ ده رغبه المعلم ورغبات المعلم كلها اوامر. اتفضلوا تعالوا السيد، تعال افرجكوا على الشقة. اتفضلوا. احنا هنسكن في الشقة دي؟ ايه؟ إذا كانت مش قد المقام نجيب لكم أي شقة تعجبكم. لا بالعكس، دي كويسة أوي أوي يا سنارة، هايلة. أيوة بس تلاقي إيجارها بالشيء الفلاني. يا أبو السيد ما دام بتشتغل مع المعلم المنجلاوي ما تحملش هم حاجة أبدا. اتفضلوا اتفضلوا شوفوا بيت الشقة. ما تعرفش يا سنارة أنا هشتغل إيه؟ هو أنت مش اتفقت مع المعلم؟ كل اللي قاله لي إنه عاوز مخي. خلاص اديله مخك ومش هتندم. بس أعرف إيه هي الشغلانة؟ ما تستعجلش يا أبو السيد، كل شيء بأوانه. المعلم بعت لكم الفلوس دي،
يمكن تحتاجوا مصاريف. اتفضلوا اوضة النوم. لا السرير حنايم. طب ابو زيد هفوت عليكم الساعة 10 بالليل عشان المعلم عزمكم على العشاء. مع السلامة يا سنارة. خلاص يا نرجس قبينا على وش الدنيا. فينك يا أم عشان تشوفي الأمل اللي بنتك فيها؟ فينك؟ أنا مش مصدق، أنا في حلم ولا في علم؟ خلاص يا سيد، الأحلام اتحققت، وبكرة هنمسك النجوم بإيدينا. الشياكة دي يا نرجس اللي نشوفك نقول عليك بنسيسة. مالكم مستغربين كده ليه؟ أنا هناك المعلم منجلاوي في الحاضر، لكن أنا هنا أشرب بيه. اتفضل يا نرجس. اتفضل يا سعيد. اتفضل يا سعيد. اقعد يا سعيد. أهلا وسهلا. شاب يا نرجس. اشرب يا سيد. لا انا بلاش. بلاش ليه؟ خايف تروح النار؟ لا اصل انا عمري ما شربت. عمرك اللي فات ده تنساه، انت عمرك تبتدي من النهارده. اعتبر نفسك مولود من جديد. ولا يا نرجس؟ معك حق، بصحتك يا معلم منجلاوي. وبعدين بقى؟ قصدي اشرب بيه. وبلاش يهدي، مع انها طالعه من بقك زي السكر. اسمعي، قولي سوري. سوري يا اشرب بيه. وليها كمان. سوري يا شفيق. بصحتك يا سيد. لا انا اشرب يا سيد اشرب، ده انت حلو تمام. خد ما يقولش انك انت المعلم من كلامي. مش كده يا سيد؟
ما انا عشان كده عايزكم تنسوا المعلم المنجلاوي والحاره، تشطبوها من مخكم، تمسحوها بستيكه. انتوا النهارده حاجه تانية مش كده يا سناره؟ نعم تمام، كلامك مظبوط يا سعاده البين. طيب حضرتك ما قلتليش انا هشتغل ايه يا سعاده الباشا؟ احنا النهارده جايين نفرح ونضحك وننبسط، خلي الشغل اليوم تاني مش كده يا نرجس؟ كلامك مظبوط يا اشرف بيه. كل اللي انتوا اتحرمتوا منه هجيبه لكم على طبق فضه. افتح شمبان يا بوبي. في الدنيا اللي احنا شفناها نلاد يا نرجس، في العز، في الفخفخة. كانوا فين؟ احنا اللي كنا فين يا سيد؟ احنا ما كناش عايشين، احنا كنا مدفونين بالحياة، مدفونين تحت الارض. ايوه بس المنجلاوي بيعمل كل ده معانا ليه؟ برضه؟ عارف قيمتك يا سيد بيه، هو انت شوية في البلد. ايوه يا نرجس، بس يا ترى ايه الثمن اللي احنا هندفعه؟ ثمن ايه يا سيد؟ ما هي كل حاجه بثمن يا نرجس. اذا كنت انا لغايه دلوقتي مش عارف بشتغل ايه؟ ما تستعجلش يا حبيبي، بكره هتعرف كل شيء في اوانه. بقيت تتكلمي زيهم يا نرجس. ما هو عشان نعيش في دنيتهم لازم نتعلم لغتهم. انا بحبك يا نرجس ومش عاوز من الدنيا دي حد غيرك. وانا بحبك يا حبيبي، وعايزك تبقى فوق الناس دي كلها. بس انا خايف يا نرجس. ما تخافش يا حبيبي، طول ما انا جنبك ما تخافش يا سيد. ده انا روحي فداك يا حياتي. مدير المعرض المسؤول. ايوه بس انا ما بفهمش بالعربيات. سيد نبيه قوي يا اشرف بيه، بكره يتعلم. وهدفع لك 300 جنيه في الشهر. كم؟ ايه مش عاجبينك؟ لا لا ابدا، ده هو قصده ان حاجه عظيمه قوي. وانت طبعا هتساعديه وهدفع لك 300 جنيه في الشهر. كم؟ نخليهم 400. ميرسي قوي يا اشرف بيه. وضعوا اقعد على مكتبك يا سيد. انا مش انت المدير المسؤول؟ اقعد. ايوه برضه ما يصحش حضرتك بقى. اقعد في شويه اوراق عايزك تمضيها. اقعد. اوراق ايه يا اشرف بيه؟ انا هكتب المعرض باسمك انت ونرجس عشان عارف حكايه الضرايب واللازم منه، بس هتكتبوا لي ورقه ضد ان انا صاحب المعرض والمتصرف فيه. اللي تشوفه يا اشرف بيه. يعجبني فيك انك نبيهة قوي وذكية يا نرجس. احنا تلامذتك يا اشرف بيه. يلا يا سيد. ايوه يا اشرف بيه، بس مش لما اقرا الاوراق الاول. برافو يا سيد، يعجبني فيك انك ما نسيتش القانون اللي انت درسته، بس انا عايزك تثق فيا. اشرف بيه، احنا جينا لك وسلمناك رقبتنا عشان بنثق فيك، وعارفين ان انت مش ممكن هتضرنا ابدا. انتوا في عينيا يا نرجس. امضي يا سيد. مبروك عليك، هديتي ليك يا نرجس. عشاني انا؟
مفيش حاجة تغلى عليك. يا خبر، بس ده كتير قوي يا أشرف بيه. عيبك إنك مش عارفة غلاوتك عندي يا نرجس. أنا مضيت كل الأوراق يا أشرف بيه. بص يا سيد، أشرف بيه اداني العربية دي هدية. هدية؟ عربون محبة ليكوا يا أخي. على فكرة يا سيد، أنت بتعرف تسوق؟ لا يا أشرف بيه. خلاص، النهار أعلمك السواقة ويعلمك الصيد. الصيد؟ آه، عشان نطلع نصطاد سوا. بس خد بالك، الصيد ده غير. في ناس غاوية تصطاد حمام، وناس غاوية تصطاد بط، وناس غاوية تصطاد بني آدمين. وأنا عايزك تتعلم الصيد بكل أنواعه. مش كده ولا إيه يا نرجس؟ عندك حق يا أشرف بيه. سيد لازم يتعلم صيد البط وصيد البني آدمين. ليه المعلم المنجلاوي مصر اني اتعلم الصيد؟ اصل هو غاوي صيد، عشان كده بيحب ان كل اللي حواليه يعرفوا يصطادوا، عشان محدش يعرف يصطادهم. يعني ايه؟ يعني احنا عايشين في حرب يا سيد، ولازم تتعود تتعلم ازاي تدافع عن نفسك. ادافع عن نفسي من ايه؟ احنا شغلانتنا صعبة. طب بس لو تفهمني ايه هو الشغل الصعب ده؟ انت خايف؟ هكذب عليك واقولك لا؟ لا لا لا، لازم تتعود. البني ادم مننا عايش والخطر حواليه في كل مكان. يعني انت خايف زيي؟ من خاف سلم. طب ايه اللي زنقك؟ ما تسيبك من منجلاوي. يا ريت، بس انا حياتي كلها بقت مرتبطه بيه، لكن يوم ما اقدر استغنى عنه. دورك. ظهر المعلم المنجلاوي ما بيعتمدش غير على الناس الضايعين اللي زينا. لا، وليه نظرة في الرجالة اللي بيختارهم ما تغيبش ابدا. اهلا اشرف بيه. اللي بعدها يا ريس. السيد رحمة سنارة. عارف. بسرعة. وعشان كده جيت اطمن عليك. ايه ده يا نرجس، ده انت خليت المعرض يلمع. لا ولسه، انت شفت حاجة؟ حكيم انا لما احط دماغي في حاجة. عارف، وده اللي بيعجبني فيك. انت الظاهر في حاجات كتير قوي بتعجبك فيا يا اشرف بيه. كويس انك حسيت بكده. المرايات ملطشة قوي يا ريس، عايزاها تنضف تبقى زي الفل. هات يا ريس. هات. طب ايه رأيك لو ترتاح شوية ونتغدى سوا؟ انا خلاص اتغديت مع العمال. يبقي محتاجة حاجة تهضمي. يا ست نرجس، العربية مزرقينة اول مرة. عن اذنك يا اشرف بيه، هبعت لك القهوة مع العمال. بقالك كتير بتشتغل مع المعالم المنجلاوي؟ من يوم ما خرجت من السجن. اتسجنت؟ 7 سنين. ليه؟ يعني اصل انا كنت بشتغل مدرب رماية. وفي يوم وانا بمرن عدت قدامي بنت طليانية، اوبا قمر، كنت حاطه صباعي على الزناد، خرجت رصاصة غلط دخلت في قلب بواب النادي. الله يرحمه. مات. كذاب. ابوي قال لي انه دخل السجن عشان قتل واحد ظبطه مع مراته. طب ليه سنارة بيقول لي كده؟ وليه بيخوفنا نشتغل مع المنجلاوي؟ اسمع حبيبي، احنا مش خسرانين حاجه. احنا عايشين في عز وبنتمتع وبنتفرج على الدنيا اللي عشنا طول عمرنا محرومين منها.
ايوه بس لازم نعرف احنا رايحين فين وجايين منين. ايوه عشان كده لازم نفتح عيننا كويس، لازم نتعلم اصول اللعبه. احنا خلاص يا سيد ما بقناش طريق تاني نمشي فيه، لازم نتمسكن لحد ما نتمكن. مالك يا سيد ساكت ليه؟ ساكت ولا حاجة؟ ده سيد اتنجر قوي والنبي قوي قوي. اتعلم الصيد وبقى صياد فل، اتعلم السواقة ودلوقتي بيسابق الريح. اه بس خلي بالك من الفرامل يا سيد، اتعلم انك تحط رجلك على الفرامل في الوقت المناسب. ما تخافش يا معلم، انا عمري ما خفت ابدا. ايه جرايه يا جماعة، اللحمة لسه ما خلصتش ولا ايه؟ يا وش يا وش، بنسويها بس على نار هادية. تحب اعمل لك طبق يا اشرف بيه؟ ارتاح انت يا حلوه، صناره خبير في شؤون الشوي على النار الهاديه. بقول لك يا صناره، ما تقابل بوبي. نعم قابله بوبي. بقول لك يا سيد، ما تقوم اعلمك الشوي على نار هاديه، اصل الشوي على النار الهاديه ده مزاج عالي هاوي. قوم قوم يا سيد، قوم معاه، قوم حلاوه، قوم ده اخوك، قوم ده انت حلو، عرفك ببوبي. بوبي حلو بالاذن. تعرف يا نرجس، انا نظرتي فيكي ما خابتش ابدا من يوم ما شفتك، وانا نفسي اعمل منك حاجه. انا تلمستك يا اشرف بيه. تعرف انا اللي عاجبني فيكي ايه؟ مخك. ما يغلاش عليك يا اشرف بيه. هو مش مخك بس. لا 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 كده كتير قوي يا اشرف بيه. انا راهن اشارتك يا نرجس. كلام كل ده وكلام؟ ان جيت للحق العربيه والشقه مكتوبين باسمك، يعني ممكن في اي وقت تسحب. اوامرك يا ستي. العربيه والشقه يكتبوا باسمك. على مهلك عليا. يا واش يا واش. نسيت انك بتحب كل حاجة على نار هادية. اللحمة ساعة البير. ليديز فيرست يا بني ادم. ايوه بس انت جعان يا اشرف بيه. بس انا اتعودت اصبر على الجوع عشان اما اجي اكل اهبر. على فكرة يا سيد، انا قررت يكون افتتاح المعرض يوم الخميس الجاي بعد بكرة. هيكون افتتاح على اعلى مستوى. رئيس الحي هيوص الشريط، هيحضروا الصحافة والإذاعة والتلفزيون والنجوم الفن والكورة. عايزكم تقدروا المسؤولية. سيد طول عمره بيقدر المسؤولية يا أشرف بيه. هو حضرتك مش هتيجي؟ لا أنا ورايا مشوار. أنا وصلنا. ازاي حالة تلميذك؟ لسه عضمه طاري. بكره ينشف ويتعلم. شغلانتنا عايزه الاعصاب الحديد. فاكر يوم ما جيت لي لما خرجت من السجن كنت لسه عضمك طاري، لكن دلوقتي انت اتغيرت، اتغيرت كتير عن زمان. انا عازب وموريش مسؤوليه، لكن سيدي خاوف يا معلم. ليه؟ لان عنده نرجس. انت بتغير من سيد يا صناره؟ اغير من مين يا معلم؟ طبعا لا. ده انت دخلت السجن 7 سنين عشان نظره من واحده خواجايه. انا مستعد اقطع دراعي من لغلوغو لو ما كنتش مستعد تضحي بعمرك عشان خاطر عيون نرجس. انا بنبهك عشان ما تستهونش بيها، ده عقلها يوزن بلد كلها 3 4 سنين ضربوا بيها المثل. اوعى تلعب بيك يا صناره. الله انت بتشك فيا ولا ايه يا معلم؟ انا بشك في ابويا، في ضلي، في صباعي الصغير. لولا كده كنت خلصت من زمان. Thank you.
خير يا امير. العادة التمام يا ملك. مستعدهم يا امير؟ وحد يعد ورا الملك. كانت محتاجة لمعرض سيارات على مستوى فخم كده. وقام السيد رئيس الحي بافتتاح معرض رجل الاعمال السيد الرمال. ايه يا ولد عامل ايه؟ كبار رجال الاعمال والمسؤولون باحدث موديلات السيارات. حد كان يصدق سيد ونرجس وصاحب التلفزيون؟ بيقولوا كمان صاحبات معرض السيارات. شفتوا اللي ايه؟ ده بيقولوا سيد بقى راجل من رجال الاعمال. ومن ده كله؟ يمكن سيد وارث. ويمكن نرجس وارث. ونرجس هتورث ازاي وابوها عايش؟ يمكن وارث امها. ابن ادري على ابوها. وصلت اليه. وذلك في معرض سيد الرمادي. معلش رجعتوا امتى من اشترامي؟ انا هشرح لك كل حاجه معلش. هتقول ايه يا سيد؟ هتقول اني كنت مغفل لما صدقتكم؟ وانا هقول ايه للناس اللي شافوكوا في التلفزيون؟ هقول انكم ضحكتوا على شيبتي واستغفلتوني على اخر الزمن؟ يابا انت تكره ان بنتك تعيش في خير جوزها؟ وخير جوزها ده كان مستخبي فين وظهر؟ يابا يا معلم ده احنا بنشتغل موظفين هنا والمستوظفين بيكتبوا اساميهم على يوفة السيد. طب يا معلم ما يصحش كده. اتفضل معايا فوق نتفاهم. ابعد ايدك الوسخه دي عني. حظ الله ما بيني وما بينك. نكتر الفضايح بقى يابا. ما هي الفضايح كلها من تحت راسكم. حطيتي راسي في الطين. فضلت ادافع عنك واكذب نعيمه لكن اهي طلع كلامها مظبوط. هي نعيمه دي بقى مش هتخلعني بقى من نفخه. اخلصي. اوعي تغلطي في حقها يا فاكره. بره. اطلع بره اطلع بره. يا حصلت بتطرديني يا بنت ثانية؟ روح يا شيخ لا انت بنتي ولا اعرفك. انا متبري منك لحد يوم الموقف العظيم. بيعيرني بأمي ونسي انها كانت مراته وانها هربت من قسوته عليها. معلش يا نرجس ما الناس ليها حق تشك. الناس عايزه تفعصنا برجليها عايزه تدوسنا بالجزم. مش عايزانا نقب على وش الدنيا عايزانا نفضل تحت في البدرون. لكن احنا مش هيهمنا من كلام الناس. مش هنخلي أي حد يقف في طريقنا حتى لو كان أبويا. بس يا نرجس هدي نفسك. أنا ما يهمنيش غيرك يا سيد في الدنيا دي كلها. ما يهمنيش غيرك أنت وبس. أنا عمري ما هسيبك أبدا يا نرجس. عصب بيه وصل يا فندم. امسح دماغك يلا نشوف شغلنا.
العربيات دي مستورده مخصوص عشان المعرض بتاعنا. العربيه اتسوت لها دهب وما تلاقيهاش غير في المعرض بتاعنا. فعلا العربيات دي ما ركبهاش الا اصحابات المزاج والمزاج العالي كمان. يا ترى اشرف بيه امتى نقدر نستلم العربيات ان شاء الله؟ جاهزه من دلوقتي. لو تحبوا تجربوها دلوقتي انا تحت امركم. هي دي اول مره يا اشرف بيه بنتعامل مع بعض فيها. احنا متاكدين ان انت ما بتجيبش الا الصمت الممتاز. خلاص يا شيرين يبقى مش مختلفين. طب اتفضلوا في المكتب نخلص كل حاجه. اتفضل يا بيه. شايف المنجلاوي مش معبرنا ولا كاننا موجودين ولا الاغاز اللي بيتكلموا بيها ولا العجل اللي بيحسسوا عليه كل شويه. الناس دي مش جايه تشتري عربيات يا نرجس، دول جايين يشتروا حاجه تانيه. المزاج العالي دي عاوزه مفهوميه. عشان كده كتب المعرض باسمنا ونتحمل احنا المسؤوليه. انا قلت لك قبل كده يا نرجس المنجلاوي ده غويط وبيلعب بينا. ولا يهمك، الايام وبيننا، المهم نوصل للي احنا عايزينه والشاطر اللي يضحك في الاخر. الف مبروك يا جماعه، بس بقى ما تنسونيش بالحلاوه. ده احنا تحت امرك يا مدام نور. ميرسي. اهلا وسهلا، انست ونورت المعرض. نسيت اقدم لكم نرجس. الاستاذ سيد جوزي وصاحب المعرض ده. شرفنا يا هاني. مش اتقابلنا قبل كده يا سيد بيه؟ طبعا طبعا. الاستاذ اشرف كلمني كتير عنك قوي يا نرجس هاني، لدرجه اني اشتقت اني لازم اشوفك. انا عامل حفله والسيد ونرجس ضيوف الشرف، وطبعا كلكم معزومين. بونسوار مدام. بونسوار مدام. بونسوار. انشانتيه. جو فوزام مدام. الو عروسه. اهلا 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 اهلا. سيد بيه. اهلا يا حبيبي نرجس هانم. ايه الناس دي كلها يا سمعان؟ ناس ايه؟ دي حتى الحفله النهارده عدايه. كل ده وعدايه. امال يا ابو السيد. اهلا اهلا. اشرف بيه. اهلا يا نرجس. اهلا يا اشرف بيه. ازيك يا سيد؟ ايه الحلاوه دي يا نرجس؟ ده جمال رباني يا سعاده البيت. جمال يزغل العيون. سنارة. مين اللي واقف مع اشرف بيه هناك؟ باين على اشرف بيه بيحبه قوي عشان كده مهتم بيه. يحب مين؟ مصالح يا هانم.
مصالح. ازاي؟ ازاي ايه؟ مدير بنك، يعني قروض، تسهيلات ائتمانية. يعني اشرف بيه ممكن يمول كل صفقاته ومشاريعه من غير ما يدفع ولا مليم من جيبه. كله بفلوس البنك. سنار. عيون سنارة. انا عايزك تعرفني على الفلوس، قصدي على الناس المهمة. عناية. طب احط تلج يا بابي. اتفضل يا هنا. سيد هي دي جنحة المنجلاوي اللي طاير بيها فوق السحاب. وتفتكر ان احنا ممكن نقدر نطير زيه؟ لو عرفنا نستعملها كويس. صبح الشرقاوي 9 مليون جنيه، عهدي نصار، توكيل سيارات، لطفي بيه مدير البنك. هو ده اللي ممكن يمول لنا كل مشاريعنا. اي بنك بيحتاج ضمانات. معرض العربيات باسمنا ممكن نقدمه ضمان. نسيتي ورقة الضبط؟ عشان كده لازم ناخد الورق قديم المنجلاوي. تفتكر المنجلاوي سهل للدرجة دي عشان نقدر ناخد منه الورق؟ طب وبعدين سايد والعمل؟ اسمعني، انا عندي حل. نقدم الورق اللي بيثبت ملكيتنا للمعرض كضمان للسلفة، ولما ناخد الفلوس من البنك نشتري الجراج ونقدمه هو نفسه ضمان للسلفة. يوم فرضين اهلك. هو ده الشغل ولا بلاش؟ اسمع، احنا لازم نتحرك بسرعة قبل المنجلاوي ما يشم خبر ويبوظ لنا كل حاجة. احنا لازم نخليه يثق فينا لحد ما نضرب ضربتنا، وبعد كده نقول له باي باي. تفتكر يعني ان هو هيسيبنا نقول له باي باي بسهولة؟ المنجلاوي من جواه مرعوب وخايف، عشان كده بيتحرك في الضلمة، ومش سهل قوي ان احنا نخلص منه زي ما خلصنا من نعيمة ومن البدروم. وبعدين يجي عليا دور وتخلصي مني يا نرجس. تخص عليك يا سيد، اوعى اسمعك تقول كده تاني. بنت حياتي، هو انا بعمل كل ده عشان مين؟ انا بحبك يا نرجس، مش عايز اي حاجة تفرقنا الا الموت. ما تجيبش سيرة الموت، احنا عايزين نعيش يا سيد. كفاية بقى، عايزين نعيش يا سيد. دايما يا نرجس هاني. ميرسي يا حياتي. المهم لطفي بيكون راضي عني. احنا تحت امرك يا فندم، ومستعد اخلي البنك يمولك اي مشروع انت عايزاه. اهو البركه بقى في صبحي بيه يدينا جراج في كل عماره يبنيها. انا عندي عماره بالمانيال هتخلص بعد شهر. جراجها من نصيبنا طبعا يا صبحي بيه، مش كده؟ محدش ابدا يرفض طلب نرجس هاني. ميرسي يا حياتي. بصحة نرجس هاني. بصحة نرجس هاني. ألف مبروك مقدما لسعادة البيه، إن شاء الله أستناك بكرة تجيب الباقي وتستلم العربية على طول. ألف سلامة. إيه ده يا سيد؟ أهلا أشرف بيه، دول كام عربية جبناهم من عهد بيه علشان نبيعهم لحسابنا. حساب مين يا أخويا؟ لحساب أنا وسيد. مين اللي اذنكم تعملوا كده؟ انتوا ناسيين انكم مصرفين عندي وان المعرض ده مكتوب باسمي؟ عمولتك محفوظه يا اشرف بيه. والله اتفسحت بسرعه يا نرجس. ما
ما احنا تلامذتك برضه يا اشرف بيه. ايوه التلميذ لازم يستاذن استاذه قبل ما يعمل حاجه عشان ينصحه اذا كان اللي بيعمله ده في مصلحته ولا لا. ما هو بيقولوا في المثل ان كبر ابنك خاوي خاوي خاوي، يعني يكون في وضوح وصراحه مش نلعب من ورا بعض. يا سلام يا سيدي، زعلان قوي. كل ده عشان 6 عربيات جبناهم. انا ازعل منك عشان حاجه هايفه بشكلنا؟ انا يكون اللي يهمني انبساطك وفرحك. على فكره يا سيد، بكره ما تجيش المعرض، سنه راح يفوت عليك عشان توصله مشوار مهم وهترجع منه مبسوط مبسوط قوي. اهلا وسهلا، تشرفنا. الله، امال فين الملك؟ لا الملك مشغول في مأمورية. جاهزين؟ تمام، البركة بعد كده في ابو السيد. Thank you.
لا، النمرة غلط يا فندم. مساء الخير. أشرف بيه، أنت دخلت هنا إزاي؟ لا مؤاخذة، أنا نسيت أقول لك إن أنا معايا نسخة من المفتاح. أصل دي كانت شايفها خصية. لما كنت أحب أهرب من الناس، أجي هنا أستمتع بالهدوء والمناظر الحلوة. أما أروح أعمل لك فنجان شاي؟ مفيش داعي. أنا جاي أقعد معاك حبتين أسليك عبال ما يرجع سيد، بدل ما أنت قاعدة قلقانة وحيدة. بس ما افتكرش سيد هينبسط لو شافك هنا. هو مش بيثق فيا وفيكي؟ بس ما تنساش انه تربية فلاحين، وممكن جدا يتهور لو ساء الظن. نعلمه يتمدن شوية، ثم المستوى اللي هو عايش فيه ما يخلوش يفكر متهور عشان حاجة هايفة بالشكل. من فضلك يا عشان بيه، انا ما اسمحلكش. وانا ما احبش حد يستغفلني. قصدك ايه؟ انت بتلعبي لعبه كبيره قوي يا نرجس، ما انتش قدها. وعيب قوي انك تنطح راسك براسي، حكم انا راسي ناشفه قوي، وكتير قبلك حاولت وكانت النتيجه ان راسهم هي اللي بتتفشفش. ما انا عارفه يا شربيه. ولما انت عارفه كده، ايه اللي خلاكي تقطع الجواز بتاعي؟ ايه اللي خلاكي تضحكي على الراجل الطيب لطفي بيه وتقدمي له اوراق وضمانات مزيفه؟ بتضحكي على مين يا نرجس؟ عموما انا صلحت الغلطه ووريت ورقة الضد، والراجل الله يكرمه سحب موافقة البنك على تمويلك. أما من ناحية صبح بيه، ففهمته إنكم تشتغلوا لحسابي، ومضيت معاه عقد الجراج القديم والجديد، ودفعت له عربون. أما من ناحية عربيات عهدي بيه، فاشتريت منه الكمبيالات اللي أنتوا مضيينها، وكده بقيت أنتوا مديونين. وجيت عشان أرصك من ودانك. أقول لك عيب تلعب بالنار، لأن لسعتها جامدة أوي، وأنا مش عايز ألسعك يا نرجس، لأني لسه عايزك. سوري يا أشرف بيه. لا بقى بتاكلي من خيري وتقولي لا، تلبسي من خيري وتقولي لا، مش المجراوي يتقال له لا. لا، نجوم السماء أقرب لك إنك تمس شعرة واحدة من راسي. عاملة لي شريفة يا بنت سريعة. أنت فاكراني يا بنات؟ ده أنا فاضك برجليا. انا كمان ممكن افحصك برجليا، بلاغ صغير للبوليس اقول لهم في ان اشرف بيه يبقى المعلم منجلاوي تاجر المخدرات، واظن ساعتها البوليس هيفرح قوي يا اشرف بيه. بتهدديني يا بت؟ مش كل الطير اللي يتاكل لحمه يا اشرف بيه. انا لحمي مر قوي يا معلم منجلاوي. وانا بقى بموت في اللحم المر. اوعى تهربني، مش هتقدر، مش هتلبس. لا لا يا بكر. الدكتور غريب بتاعنا. طب خليك انت، انا هتصل بيه. ده بس اللي فضل عايش؟ ايوه، وطلبنا له اسعاف علشان نوديه المستشفى.
ايه اللي حصل؟ كبسة بوليس ورجالة المعلم فرغالي ماتوا كلهم. ورجالتنا؟ اتنين ماتوا برصاص البوليس، والباقيين اضطريت اقتلهم بنفسي عشان ما يشهدوش علينا. عفوا عليك. حالته ايه يا دكتور؟ رصاصه في المخ، وربنا انقذ حياته بعجوبه. يعني تفتكر حضرتك نقدر نستجوبه امتى؟ ده اذا كان لي عمر. للدرجه دي؟ صباح الخير يا حبيبي. صباح النور. ايه مالك؟ بفكر ازاي ننفد بجلدنا من الكابوس اللي احنا فيه ده. ودمك اللي راح حضر مالوش تمن؟ انا مش عاوز حاجه. لا لا خلاص، احنا دقنا طعم العز ومش ممكن هنرجع للفقر تاني، عشان كده لازم نفكر ونخطط. طول ما المنجلاوي ده موجود مش هيدينا فرصه نرفع راسنا ابدا. انت بتفكري في ايه يا نرجس؟ نخلص على المنجلاوي. تجرى عليك حاجه، ده احنا لحمه كفنا للخير. ما هو طول ما هو عايش مش هنشوف خير، هيفضل تارك على نفسنا عشان نفضل تحت رجليه. حصل حاجة من المنجلاوي؟ كشف ورقنا وبوظ لنا مشروعنا وكان هيضيعك. أنت عارف يعني إيه تضيع يا سيد؟ يعني أنا أضيع يا سيد؟ يعني أنا أضيع؟ إحنا اللي غلطانين يا نرجس. إحنا اللي طمعنا وكنا عاوزين نكبر بسرعة. نرجس، إذا كنت مش عاوزة ترجعي للفقر تاني، لازم نمشي أمورنا مع المنجلاوي ونحاول نرضيه. بلاش تحاولي تمسكي النجوم بإيديكي. مش كده يا نرجس؟ امال سيد فين؟ اتفضل يا اشرف بيه. دخل الحاجات دي جوه يا سنار. ها؟ أه؟ سنار. ابقى كلمني بكره. عايزك. واكيد هتنبسط هناك. ست وشرفت يا اشرف بيه. كنت لسه بقول للسيد ان احنا نروح يوم الجمعه الفيوم نصطاد هناك ونحتفل كلنا بمناسبه شفاء. مش ده اللي كان نفسك فيه من زمان يا سيد؟ كتر خيرك يا اشرف بيه. بقول لك يا سيد، انا هفوت عليك بكره، نروح البنك سوا، افتح لك حساب هناك، احط لك فيه نصيبك من العمليه اللي ضاعت. انا مش عاوزك تظلم نفسك بسببي يا اشرف بيه. ما تقولش الكلام ده يا سيد، ما تنساش انك عرضت نفسك وحياتك للخطر علشاني. الله الله الله، اللي يسمع كده اشرف بيه يقول ان السيد لوحده اللي عرض حياته للخطر. وانت اللي يسمعك يا سناره ما يقولش انك طالع واكل نازل واكل، مع انها اول مره رصاصتك تطيش وتكون السبب في ان حياتنا تبقى معرضه للخطر. خطر؟ ليه اشرف بيه؟ واحد من اللي ضربه بسناره برصاص نقلوه المستشفى ولسه فيه الروح، محدش عارف اذا كان هيخف ولا ربنا هيفتكره ونجينا. ها؟ استأذن انا بقى. ما تنساش يا سيد ميعادنا، هفوت عليك بكره عشان اروح البنك. مع السلامة يا اشرف بيه. مع السلامة يا نرجس هاني. طيب من اذن يا ابو سيد. صباح الخير يا اشرف بيه. اهلا يا سيد.
اطلع يا بوبي. اهلا يا سنار، اتفضل. اهلا. ما تدخل. ها؟ ادخل. اه. اقعد يا سنار، اقعد. مالي ايه يا ناصر؟ مش مصدق نفسي. ده انا وانتي لوحدينا هنا. ده حلم، حلم كان يستحيل اصدق انه هيتحقق. المنجلاوي علمنا ان كل حاجه في الدنيا دي لها ثمن، وما دام تقدر تدفع الثمن يبقى مفيش حاجه اسمها مستحيله. سناره. ايوه سناره. لو طلبت منك طلب تحققهولي؟ انت لو طلبتي القمر اجيبه لك. مش بالقوي كده. مفيش حاجة تغلى عليك أبدا يا سنار. نرجس. لا، احنا لسه ما اتفقناش. نرجس، نرجس، أنا ملك إيديكي. ده أنا اللي هبقى ملك إيديك. نرجس، نرجس، أنا تحت أمرك. نرجس، تحت أمرك. خلص على المنجلاوي. منجلاوي؟ اقتله، ده بيغير منك. انت بتقولي ايه؟ المنجلاوي هيغير مني؟ ايوه بيغير منك. شاكك ان في علاقه بيني وبينك. المنجلاوي حاول معايا كتير، ولما صديته قال لي انه عارف انك انت السبب. كان دايما بيلاحظ عينيا وتاكد اني بحبك، عشان كده عايز ينتقم مني ومنك. ايوه بس انا عمري ما حسيت انك معبراني حتى. ما الذنب يا سنارة انك انت ما كنتش حاسس بيا. طب وسيد؟ سيد؟ سيد ده انا حاولت اعمل منه بني ادم وارفعه لفوق، لكن مفيش فايده. اما انت في كل مواصفات الراجل اللي بتمناه. ويوم ما نخلص من المنجلاوي هيبقى سهل قوي نخلص من سيد. ايوه بس ده موضوع صعب وخطير، وبعدين دي حكايه عايزه تخطيط وعايزه تفكير. مفيش حاجه صعبه عليك يا سناره، وانا مخططه لك كل حاجه. الأسبوع الجاي رايحين الفيوم نصطاد بط، وأنت صياد ماهر. قصدك في المنجلاوي؟ اتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. نرجس. ساعتها هتبقى كل شيء في حياتي، وهبقى أنا ملك. أمال فين بوبي؟ بعته مشوار. هو سنارة مش جاية معانا ولا إيه؟ بعته مشوار تاني، ويمكن يحصلنا. Thank you.
القاتل؟ في المكتب قبضنا عليه يا فندم. قتلته ليه؟ مين اللي حرضك انك تقتله؟ يلا بينا نصطاد يا سيد. الله، مش هتستنوا سنارة اما يجي؟ زمانه جاي. طب هم عامل لكم قهوة؟ احنا شربنا قهوة. يلا يا سيد، ولما يجي سنارة بخليه يحصلنا. ده إذا جه. مش قلتلك ما تلعبيش بالنار يا نرجس؟ لا تلسعك. اديك اتلسعتي. سيد؟ لا.